استاذه زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. زي حضرتك كل سنه وحضرتك طيب. سؤال بس بعد اذن حضرتك، او مشكله، هي انا عندي اخ متدين الحمد لله وبيصلي وبيصوم وكل حاجه، واسرته كلها، وعنده ولد وبنت وزوجه ملتزمين وبيحفظوا القران. كل ما يحط حاجه خاصه بيه ما يلاقيهاش، يعني ممكن مثلا يبقى شايل هدوم الصيف بيخزنوها في شنط تحت السرير، يجي يطلع ما يلاقيش، يعني لبس الاحرام كله والجلاليب والحاجات دي كلها ما يلاقيهاش. يحط اي ورق يخصه ما يلاقوش. يسال يا جماعه والله ما شفنا. حاجات كتير اتكررت معاه، مش قادره اقول لحضرتك يعني الحاجات اللي اتاخدت منه قد ايه. كل ما يحط بدله مثلا ما يلاقيهاش. حذاء مثلا يبقى حاطه في البلكونه والمقفوله ما يلاقوش. اتكررت معاه الحاجات دي كتير، وهم ملتزمين جدا. طيب ولدرجه ان هو فين فين سؤالك يا استاذ زينب؟ انت هو سؤالي الحاجات دي تفسير ده ايه؟ نعم تفسير ده ايه؟ تفسير ده ايه؟ هجاوب حضرتك، هجاوب حضرتك يا استاذ زينب، هجاوب حضرتك. تفسير ده حد ان في حد بياخد الحاجات ديت وبيرميها. حد بياخد الحاجات دي، الفلوس دي، وياخدها ويضرب عليها. ولازم حد يكون من البيت. ده بعد تجارب طويله بقى وتحقيقات طويله في احوال الناس. هذا ليس في حل غير ان في حد من البيت بياخد الحاجات دي. طيب لا، وما فيش حد وحلف وما حلفوش، في الاخر خالص لازم في حد بياخد الحاجات دي. انما بقى فكره ان الجن بياخد الحاجات دي، او ان في حد بيعمل الحاجات دي، او البيت فيه حاجه، او البيت دوت مسكون، او البيت، كل الكلام ده كلام فارغ ومش حقيقي. ومش حقيقي خالص. ومحدش يجي يقول لي ما هو الجن مذكور. طب ما هو قارون مذكور في القران. ما هو مش كل حاجه مذكوره في القران انت لازم تحققها في بيتك يعني. فالكلام ده كله لازم نكون واضحين فيه، ان الاشياء اللي بتتاخد دي في حد بياخدها. فهل ده تشكيك؟ لا، ده الواقع اللي احنا بنحكيه، ان اي حاجه بتختفي، في اذا كانت بتختفي مش بتدارى، في فرق ما بين حاجات بتدارى، الحاجات اللي انت قلتيها فيها حاجات ما تداراش، يبقى دي بدل بتختفي يبقى في حد بيخفيها. وده قولا واحدا، ده بعد طول خبرة وطول بحث في مثل هذه الأحوال اللي حضرتك بتحكيها. فنشوف مين اللي بياخد الحاجات دي. نعم.